السيدة رتيبة النشا. تفضل عذرا دكتور حسام. تفضل. سيدة رتيبة تسمعيني الآن؟ نعم تفضلي. يعني أردت مساء أن الخير أسألك. دكتورة منال. مساء النور، أهلا بحضرتك معنا على شاشة نيل للأخبار. وبينما يعني يستمر العمل بتبادل الأسرى والمحتجزين وتم تمديد الهدنة ليومين آخرين، وهو خبر بالتأكيد جيد وسار بالنسبة لأهالي القطاع، ما الذي يجري الترتيب له فيما يتعلق بالإغاثات والاحتياجات الإنسانية لأهالي القطاع في اليومين القادمين؟ يعني هنالك تدفق لشاحنات الإغاثية بشكل كبير حسب ما كان متفق عليه ضمن اتفاقية الهدنة التي تضمنت أعداد الشاحنات الواجب دخولها إلى قطاع غزة، ويشمل ذلك شمال قطاع غزة خلال فترة الهدنة. ما زالت هذه المساعدات أقل من أو لا تستطيع أن تسد كل الاحتياجات لقطاع غزة المنكوب نتيجة تدهور أو حتى انعدام القطاع الصحي بشكل كامل في قطاع غزة. ما زالت مسألة الوقود في شمال قطاع غزة أيضا. تفضل. طيب، الحديث عن الوقود تحديدا، لأنه هي أزمة كبيرة تهدد كل مناحي الحياة في القطاع، يعني كيف تأثير أزمة الوقود تحديدا، وهل هناك اقتراب لانفراجة فيما يتعلق بكمية الوقود الداخلة إلى القطاع؟ يبدو أننا فقدنا التواصل. يعني هنالك نعم، تدفق لشاحنات الإغاثية بشكل كبير حسب ما كان متفق عليه ضمن اتفاقية الهدنة التي تضمنت أعداد الشاحنات الواجب دخولها إلى قطاع غزة، ويشمل ذلك شمال قطاع غزة خلال فترة الهدنة. ما زالت هذه المساعدات أقل من أو لا تستطيع أن تسد كل الاحتياجات لقطاع غزة المنكوب نتيجة تدهور أو حتى انعدام القطاع الصحي بشكل كامل في قطاع غزة. ما زالت مسألة الوقود في شمال قطاع غزة أيضا. تفضل. طيب، سؤالي الأخير لحضرتك، يعني إذا تجاوزنا مرحلة الهدنة وتجاوزنا مرحلة الحرب وجاء الحديث عن إعادة إعمار قطاع غزة، كم سيستغرق ذلك برأيك بعد حالة الدمار الهائل التي رأيناها خلال فترة الهدنة، والتي سمحت للعدسات بأن تصور وتوضح للعالم كيف أصبح الوضع على الأرض؟ يعني هنالك تدفق لشاحنات الإغاثية بشكل كبير حسب ما كان متفق عليه ضمن اتفاقية الهدنة التي تضمنت أعداد الشاحنات الواجب دخولها إلى قطاع غزة، ويشمل ذلك شمال قطاع غزة خلال فترة الهدنة. ما زالت هذه المساعدات أقل من أو لا تستطيع أن تسد كل الاحتياجات لقطاع غزة المنكوب نتيجة تدهور أو حتى انعدام القطاع الصحي بشكل كامل في قطاع غزة. ما زالت مسألة الوقود في شمال قطاع غزة أيضا. تفضل. شكرا جزيلا أستاذة رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني بالقدس المحتلة. شكرا جزيلا.